بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونبدأ مع بعض سفر القضاة. إذا كنا مشغولين بشخصيات العهد القديم، إحنا الغرض منها إن إحنا نبص على كل شخصية كتابية ونطلع منها مواطن الضعف ومواطن القوة. كل إنسان في لحظات في حياته ضعف، وفي طباع يمكن لا تليق بأولاد الله. إزاي ربنا ياخد الإنسان ده ويعدل فيه ويطلع منه أحسن حاجة؟ دي أجمل رسالة بيقدمها لنا حكاية الكتاب المقدس. سفر القضاء يبدأ بعد مرحلة يشوع. يشوع سكن الناس في كنعان ووصاهم بالحرص على العبادة وحفظ ناموس ربنا، لكن كان عارف انه يعني اللي بعد منه مش هيلتزموا قوي، والجيل بتاع يشوع كله مات، وابتدى اليهود بقى ايه يختلطوا باهل الدنيا وينقلوا افكار العالم ويتلوثوا بالفساد، ودخلت فيهم الوثنية والاباحية واتنكسوا. وكعادة العهد القديم كل ما الشعب يزوع عن ربنا، ربنا يسيب التأديب او يسيب بقية الشعوب تذله عشان يرجع لربنا ويتوب. فسفر القضاة عبارة عن يعني قصة مكررة، بمعنى انه الشعب يمشي غلط، ربنا يبعد، الشعب يصرخ من التعب، ربنا يبعت قاضي او مخلص، الشعب يتعدل ويتوب، الازمة تعدي والتجربة تنتهي وايام تمشي على خير، وبعدين نعيد الحكاية من الاول، ان الشعب يزوخ تاني ويستمر الخطية، وبعدين يصرخ لربنا من كتر الذل اللي هيشوفه، ويطلع قاضي آخر أو مخلص آخر وهكذا. وكل قاضي من دول إنسان طبيعي بلغة الكتاب تحت الآلام مثلنا، يعني إنسان ممكن يغلط، لكن ربنا يعني يقدر يستخدمه ويعمل بيه عجائب. أول شخصية تشغلنا من قضاة أربعة هي شخصية واحدة اسمها دبورة. وبرضه وجود شخصيات نسائية في الكتاب المقدس يعني يأكد لنا ان مفيش تعصب في الكتاب ضد المرأة، وان ربنا زي ما بيستخدم الرجالة بيستخدم السيدات، وان روح ربنا يعمل برجال ويعمل بسيدات. صحيح في صفحات الكتاب كله نجد ان الكهنوت بعيد عن المرأة، لكن القيادة احيانا تكون للمرأة في بعض الاماكن، والدور القيادي الهام للمرأة في الكتاب دايما هو دور الأم، وأعظم دور يمكن في الحياة الروحية ممكن يتقام به في الكنيسة هو دور الأم. تعالوا نشوف حكاية دبورة وقصتها. في قضاء أربعة يقول: عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت أهود. يبقى أهود ده كان قاضي وقضى أيامه على خير، والناس اتعدلت شوية وبعدين رجعوا تاني زاغوا. فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور. كلمة ربنا باعهم دي طبعا مش باعهم على طول، لكن تورينا يعني ايه اللي بيسيب ربنا، ربنا بيسيبه لغاية ما الايام تأدبه وبعدين يرجع تاني يمسكه. ودي قصة مكررة بتحصل معانا وحصلت في العهد القديم. ربنا اشترى ولاده بثمن غالي، لكن محدش يفصل الإنسان عن ربنا إلا إرادة الإنسان نفسه، ولا الشياطين كلها تفصل الإنسان عن ربنا، لأنه لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. لكن كون الإنسان بإرادته يستسلم للخطية ويرفض النعمة، طب ربنا ما بيجيش على إرادة الإنسان. باعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور، ورئيس جيشه سسرا، وهو ساكن في حروشة الأمم. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب لأن كان له 900 مركبة من حديد. قوة الأعداء في الوقت ده كانت تقاس بعدد المركبات الحربية، وكون مركبة حديد دي زي ما في لغتنا النهاردة دبابة مثلا. وطبعا اليهود ما كانش عندهم ولا مركبة، والمراكب دي كانت تدخل في أي حتة يعني محصنة بعشرات من العساكر، فما فيش حد بيقف في وشهم. فلما تبقى 900 مركبة من حديد مجهزة بفرسانها وبجيوشها غير المشاة، ده معناه جيش ضخم جدا، طبعا اليهود مش قدهم. وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة. برضو كل قصة من دول
الكتاب بيقصد الأول يظهر قوة الشر أو قوة الشرير، ويورينا قد إيه شعب الله كان ضعيف قوي قدام القوة دي. وبعدين تحصل المعجزة إن الشعب الضعيف الأعزل هو اللي ينتصر بالتدخل الإلهي. وهي دي قصة تاريخ عمل الله دايما، أنه يبقى قدامنا شر صعب وعدد مهول والقوة غير متكافئة بين ولاد ربنا وولاد الدنيا، إنما أول ما يصلوا كويس ويمسكوا في ربنا كويس وربنا يتدخل بنفسه، طبعا تتقلب كل الموازين ويصير الضعيف قويا وينتصر على أقوى الأقوياء. وهنا بعد ما قعد يمجد في سسرة وقبل منه يابين ملك كنعان اللي هي رموز الشر بقى، يقول ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت. يبقى ما كانش في كهنوت حتى في المرأة في العهد القديم ولا العهد الجديد، إنما القيادة أو قاضية كان ممكن تاخد مكان قاضية اللي هو تقعد تنصف بين في المشاكل، بين مشكلة واحد وقع مع واحد وتشوف حلها إيه، وتقضي يعني تعلن قضاء الله لأنها إنسانة ملتزمة بالشريعة، فوكل إليها أن تكون قاضية. وهي جالسة تحت نخل الدبورة بين الرامة وبيت إيل، يعني في نخلة باسمها تقعد تحتيها ويجي لها المشاكل، وإنسانة روحانية تقية كل الناس بتثق في رأيها. بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم، ده كل ده في إسرائيل. وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء، فأرسلت ودعت باراق ابن أبي نوعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب وازحف إلى جبل طابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون، فأجذبوا إليك إلى نهر قيشون سسرة رئيس جيش يابين بمركبات وجمهوره وأدفعوا ليدك. هي قاعدة تقضي للناس، الناس كلها مذلولة وتعبانة والظروف صعبة، وزي مستعمر اللي هو كنعانيين دول، وسسرة ده جيش لا يقهر. وفاجأت الناس كلها انها بعتت مرسال لواحد اسمه باراق ابن ابي نوعم من سبط نفتالي، قالت له ربنا بيقول كده، تعالى جهز ناسك، خذ 10,000 من شعبك وخذ من السبط اللي جنبك زبولون وكملوا 10,000، وأول ما هتنزلوا ناحية نهر قيشون طبعا سسرة هيصحالك وهيجي، وأنا ربنا له المجد أدفعهم ليدك. طبعا الكلام ده في زمانهم يعني يعتبر انتحار، يروح فين بقى يعني واحد زي باراق الفلاح البسيط ده وعشر تلاف واحد يهودي غلبان في قدام جيش مجهز منظم؟ وإحنا بطبعنا نخاف من العدد ونخاف من القوة المنظمة، لما نسمع عن عدد كبير ويقول لك دول منظمين قوي نترعب ونحس انه لو احنا نروح فين فيهم، حتى لو احنا على قدنا قوي، انما لما ربنا يقول حاجة ويشتغل مفيش حد يقدر يقف قصادنا ابدا. فأكذب إليك إلى نار قيشون سسرة رئيس جيش يابين بمركبات وجمهور وأدفعوا ليدك. فقال لها باراق: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. هنا يبان الرجل ده قد كده طيب وبسيط، لأنه عيب أنه يعني أنتوا داخلين حرب هتاخد واحدة ست معاك في الحرب، إنما من ثقته في اللي زي أمه دي اللي اسمها دبورة، قال لها أنا مش هنزل غير لما تنزلي معايا. طب يا عم أنتوا ناس بتحاربوا بالسيوف وبتعرفوا تضربوا بعض وحاجات كده، مالها دبورة بالموضوع؟ هو مش واخدها عشان تحارب، هو واخدها لأن دي تمثل بالنسبة له أم روحية، أو يعني إنسانة تقية وربنا بيتكلم من خلالها، وبالتالي وجودها بركة. شوفوا لما نتكلم على أمنا العذراء ونقول لها في التمجيد قوية في الحروب، والعذراء أمنا يعني شكلها بسيط جدا وضعيف إنما مرعبة للشياطين، وأي مشكلة وأي معركة مع قوى الشر بس العذراء تدخل بشفاعتها ودلتها تترعب جيوش الظلام كلها. هلا إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب.
وده برضو يورينا ثقته في قدسيتها، وفي نفس الوقت كأنه على قد إيمانه الضعيف مش شايف أن ربنا معاه قد ما شايف أن الست دي معاه. حديث الإيمان أو الإنسان اللي يكون إيمانه ضعيف يمكن يثق في اللي شايفه أكتر، فمش قادر، ربنا معاك وهي بتقول لك ربنا هيدفعهم ليدك، لا أنا عاوزك معاك. فقالت إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها. بس في الآخر لما ننتصر هيقولوا واحدة ست، يعني بتقول له إيه عاوزني معك هروح معك، بس في الآخر إيه الفخر بقى لما ننتصر وتيجي الكرامة لواحدة ست؟ لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. غالبا هو لما سمع الكلمة دي تصور أن سسرة يعني هيقع في إيدين دبورة، لأن هي اللي بتتنبأ، وتصور أنه هي دي اللي هتموته يعني. لكن هي بالروح القدس أعلنت أن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. ما كانش حد عارف مين المرأة الأخرى اللي لسه هيبقى لها دور في المعركة، هنشوف. فقامت دبورة وذهبت مع باراق إلى قدر، ودعا باراق زبولون، زبولون ده سبط، ونفتالي ده سبط تاني، إلى قادش، السبطين القريبين لبعض المزلولين تحت حكم كنعان. وصعد ومعه 10,000 رجل، الرقم اللي قاله ربنا لدبورة التزم به. وصعدت دبورة معه، يبقى 10,000 دول كوم ودبورة لوحدها كوم. ليه؟ لأن الحكاية مش في العدد، الست دي بوجودها لوحده يفرق في المعركة. زي بالظبط القصة بتاعت نقل جبل المقطم زمان، لما سمعنا انه سمعان الخراز يعني ابونا البطرك ساعتها اصر على وجوده في اليوم ده، لانه يمكن صلاة الشعب كله كوم وصلاة سمعان الخراز كان ليها تأثير تاني. وحابر القيني، هنا بقى معلومة على الماشية هيبقى لها قيمة في القصة. انفرد من قاين من بني حباب حمى موسى، وخيم حتى الى بلوطة في صعنايم التي عند قادش. تعرفين ان موسى النبي يعني ناسب واحد اسمه حباب او يقال يثرون حمى موسى، وبعدين طلع من العيلة دي، طبعا دول انضموا للفكر اليهودي بعد كده، واحد اسمه حابر القيني من قاين منطقة هناك كده، وبقوا على علاقة طيبة جدا باليهود. خيم في صعنايم التي عند قادش، المنطقة اللي هيحصل فيها المعركة كان فيها خيام تبع الراجل ده اللي اسمه حابر القيني. دي معلومة خليكم فاكرينها، هنرجع لها. وأخبروا سسرة، وصل الخبر لسسرة بقى، قال ايه شوية يهود طالعين يعني بقيادة واحد اسمه باراق ومعاه واحدة ستة قال، وداخلين ب10,000، بأنه قد صعد باراق ابن أبي نعم إلى جبل طابور. فدعا سسرة جميع مركباته 900 مركبة من حديد، وجميع الشعب الذي معه من حروشة الأمم إلى نهر قيشون. فقالت دبورة لباراق قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سسرة ليدك، ألم يخرج الرب قدامك؟ شوفوا بقى فرق الإنسان اللي بيشوف بالروح عن الإنسان اللي بيقرأ الأخبار عادي، في فرق كبير قوي. القديسين الكبار دول يتقال عليهم مفتوح العينين، ايه اللي انت شايفاه غير اللي باراق والناس شايفاه؟ قالت له لا انت مش شايف، ده ربنا خرج قدامك، يعني ربنا دخل المعركة بنفسه. قوم يلا، الحكاية سهلة. سهلة ازاي؟ ده عددهم اضعاف اضعاف وقوتهم اكتر مننا ومنظمين عننا ويفهموا في الحرب اكتر مننا وخبرة طويلة قوي. سيبك من الكلام ده، ألم يخرج الرب قدامك؟ تلاقي يمكن قال لها فين خرج فين ما شفتش. فنزل باراق من جبل طابور، هو بيسمع كلامها، ودي برضو ميزة كويسة انه ثقته فيها كإنسانة متصلة بالله خلته يمشي وراها، والعشر تلاف ماشيين وراهم زي ما ربنا بيقول. هنا برضو تيجي بركة الطاعة، حتى لو إيمانك ضعيف وتثق في أبيك الروحي ده يوصلك السم. تقول أنا مش شايف اللي هو شايفه، خلاص اللي يقوله يمشي، هو شايف حاجة أنا مش شايفها. احنا للأسف بسبب عقلانيتنا وكبريائنا العقلي ان احنا نثق في ذكائنا وخبرتنا، ساعات لما أبائنا الروحيين يقولوا رأي نقولوا ده كلام مش معقول، ده كلام مش منطقي، ده كلام ما يمشيش في اليومين دول، وننسى انه القيادة الروحية قيادة بروح الله دي حاجة كبيرة قوي ملهاش تمن.
ألم يخرج الرب قدامك فنزل باراق من جبل طابور ووراءه 10,000 رجل، فأزعج الرب سسرة وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام باراق. شوفوا، لو حصلت المعركة بكل المقاييس كانت الخسائر هتبقى كتير قوي. إنما ربنا بطريقة غير معلومة أزعج سسرة وجيشه، حصل حاجة مش مفهوم بتخلي الناس تتبلبل وتتلخبط ويدخلوا في بعض ويخبطوا في بعض ويحسوا ان اللي قدامهم جيش اقوى منهم جدا، وتدخل وسطهم روح كده رعب ويبتدوا ايه يتلخبطوا. أزعج الرب سسرة وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام باراق، يعني لدرجة ابتدوا يموتوا في بعض. فنزل سسرة عن المركبة وهرب على رجليه. برضه هنا دي رسالة مهمة، بعض ولاد ربنا يترعبوا من سيرة الشيطان، وفي ناس تضعف وتقول لك ده معمول لي عمل وكلام كده ما يمشيش أبدا مع ولاد ربنا، ويخافوا من الشيطان اللي ربنا قال لنا اوعوا تخافوا منه، لأنه أعطانا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء، رأيت الشيطان ساقطا كالبرق. احنا اللي معانا السلطان مش هو اللي معاه السلطان، فالمفروض ولاد ربنا هم المخيفين للشياطين مش الشياطين اللي يخوفوا ولاد ربنا. إن كنا بالتضاع نخاف على نفسنا إن احنا نبعد عن ربنا فيستفرد بينا، لكن ما ننساش إن طول ما ايدينا في ايد ربنا احنا أقوى جدا. هرب سسرة على رجليه، يعني من كتر الرعب ساب المركبة وبقى يجري زي المجنون لوحده خالص وبعد عن جنوده وعساكره. وتابع باراق المركبات والجيش إلى حروشة الأمم، المنطقة دي كلها، وسقط كل جيش سسرة بحد السيف، لم يبقى ولا واحد. حاجة عجيبة جدا، جيش ضخم زي كده ما يبقاش منه ولا واحد، ده مش شغل بشر، ده مش شغل بشر ولا شغل حسابات معارك وحروب، ده شغل ربنا. أما سسرة فهرب على رجليه إلى خيمة يعيل امرأة حابر القيني. هذه بقى سيرة حابر القيني اللي من شوية. هو هربان في الصحراء، والمنطقة دي قلنا تتبع واحد اسمه حابر القيني، منطقة قاين دي، اللي ينتسب لحما موسى كجد كبير زمان. وهو بيجري بقى وخايف وعرقان سسرة ده ومرعوب، حود على خيمة كده طلعت بتاعت مرات حابر القيني اللي هو يعتبر رئيس القبيلة، اللي بينهم وبين شعب الله طبعا صلح وعشرة ونسب وكله، لأنه كان صلح بين يابين ملك حاسور وبيت حابر القيني. هو ظن بقى أنه في معاهدة زي عسكرية بين ملك كنعان وبين أهل قاين دول اللي هم حابر القيني، فقال يحتمي في الخيمة دي. فخرجت يعيل لاستقبال سسر، طلعت مراته تستقبل، وقالت له مل يا سيدي مل، مل إلي لا تخف، حوت حوت تعالى تعالى ما تخافش احنا نخبيك عندنا. فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف، يعني ايه كان طبعا تعبان وعرقان وخايف ومرعوب وفي حالة كده يعني صعبة قوي، فنام وهي يعني غطته باللحاف بقى زي العيل يعني كده. فقال لا اسقيني قليل ماء لأني قد عطشت. ففتحت وطب اللبن وأسقته، جابت له كوباية لبن قبل ما ينام وإيه وغطته، لأن هو يعني قد كده بقى ضعيف بسبب أنه الجيش كله هرب منه واتهزم هزيمة فظيعة. فقال لها قفي بباب الخيمة ويكون إذا جاء أحد وسألك أهنا رجل أنك تقولين لا، يعني هو الحقيقة اللي حكم على روحه أنه مش راجل في الوقت ده، قال لا إذا حد عد عليك من العساكر بتوع اليهود وقالوا لك في راجل عندك قولي لهم لا ما عندناش رجال. وده يورينا قد إيه الشيطان بقوة دبورة وصلواتها وحماس براق وإيمانه وطاعته بقى سسرة ممثل الشيطان ده قد إيه ضعيف جدا ومحدوش حتى شجاعة الرجال. فأخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة، هو نام بقى نعس خالص بقى لأنه تعبان جدا، واطمن قال إنها واقفة على باب الخيمة للي معدي تقول لهم ما عندناش رجال. هي قالت وهي محتاجة رجالة شغلانة بقت بسيطة، ومسكت وتد الخيمة. انتوا عارفين الوتد يبقى ايه، حامي وحاد كده من راسه عشان يحفروا وينزلوه
في الأرض وهو متغطي ونعسان كده، وجعلت الميتدة في يدها، يعني رأس الوتد فوق والرمح بتاعه من تحت، وقارت إليه يعني دهنته بحاجة معينة، وضربت الوتد في صدغه فنفذ إلى الأرض وهو متثقل في النوم ومتعب فمات. يبقى اللي قتلت سسرة ملك أو رئيس جيش كنعان اللي هو يعني رمز للشيطان واحدة ست، وست ما كانتش في الحسبان. يعني بدأت القصة واحدة ست دبورة قاضية ونبية، وانتهت بواحدة ست بسيطة امرأة حابل القيني اللي اسمها يعيل. فالقصة دي تورينا قد ايه دور الستات اللي عندهم ايمان قوي. ويمكن بقى عندنا قصص كتيرة في العهد الجديد للقديسات والشهيدات ومارينا الشهيدة، وكانوا يعني شداد مع الشيطان جدا. واذا بباراق يطارد سسرة، طبعا باراق خلص على الجيش وابتدى يدور على سسرة، فخرجت يعيل لاستقباله وقالت له: تعال فأريك الرجل الذي أنت طالبه. تعال تعال اتفرج على الرجل اللي أنت عاوز بتدور عليه. فجاء إليها وإذا سسرى ساقط ميتا والوتد في صدغه. فأذل الله في ذلك اليوم يابين ملك كنعان أمام بني إسرائيل، وأخذت يد بني إسرائيل تتزايد وتقسو على يابين ملك كنعان حتى قرضوا يابين ملك كنعان. يعني المعركة مع الشيطان ما بتخلصش في جولة واحدة. بدأ ربنا يدعم بني إسرائيل طول ما بيسمعوا كلام دبورة وماشيين ورا براق، هنا يبان أنه القيادة الحكيمة الروحية اللي لما الشعب يمشي وراها من مجد إلى مجد. ضعف خالص ملك كنعان حتى يعني قرضوا يابين ملك كنعان. فترنمت دبورة وباراق ابن أبي نوعم في ذلك اليوم قائلين. طبعا كان ممكن الشيطان يدخل يقول ايه، مين بقى اللي له مجد والفخر في القصة دي، دبورة القاضية النبية ولا باراق رئيس الجيش الفدائي ده ولا يعيل اللي قتلت سسرة؟ الحقيقة لما يكون الناس بتحب بعض ومتفاهمين وبيصلوا وحاطين إيمانهم ورجائهم في السماء، محدش بيدور مين صاحب النصر، هو ربنا الأساس. تختفي الأسماء ويظل المجد لله وحده. فدبورة مع باراق وقفوا يسبحوا ربنا، إشارة زي ما تقولوا للمسيح والكنيسة أو للكهنوت والشعب كلهم بيسبحوا ربنا بصوت واحد، وابتدوا يغنوا باركوا الرب ويهتفوا يقولوا: أنا للرب أترنم، تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء من وجه الرب إلى إسرائيل. وبعدين حطوا كده شعر وترتيلة جميلة تقروها في قضاة 5، أقول لكم كم كلمة كده جميلة فيها. يقول: هل كان يرى مجن أو رمح في 40,000 من إسرائيل؟ يعني مين يقول شعب إسرائيل التعبان ده ينتصر على شعب كنعان؟ مين يقول إن ولاد ربنا قليل الحيلة الناس البسطة الحملان اللي وسط ذئاب هم اللي في الآخر يكسبوا ويخلوا العالم كله حملان؟ هل كان يرى مجن في إسرائيل أو رمح؟ يعني انتوا فاكرين احنا بنحارب حروب ربنا بسيف الدنيا ورمح الدنيا وأفكار الدنيا وحسابات الدنيا؟ احنا عندنا شغل تاني، احنا بتوع الصلاة بتوع الطاعة والإيمان بتوع الكتاب المقدس، نغلب العالم بهذه تغلب العالم، أو ما هي الغلبة التي تغلب العالم؟ إيماننا. كلمة تاني في التسبيحة الجميلة دي تقول: استيقظي استيقظي يا دبورة، استيقظي استيقظي وتكلمي بنشيد. ده هي اللي بتقول الترتيلة، يعني ايه؟ مش يعني عشان انتصرنا ننام، لا، ده انت تصحي طول العمر تهتفي. يبقى بعد النعمة اللي الواحد ياخدها والإنجازات اللي ربنا يعملها معاه، يفضل يقوم يسبح. في الأول يقوم يحارب وبعد كده يقوم يسبح، لكن مفيش نوم. كمل حياتك ما بين جهادك الروحي وما بين تسبيحك الدائم عشان توصل للسماء. وفي وسط الترتيلة كمان تقول: من السماوات حاربوا الكواكب من حبوكها حاربت سسرة. يعني احنا ما كناش احنا اللي بنشتغل، ده الكواكب في السماء كانت بتحارب معانا، ده النجوم في السماء كانت شغالة معانا،
ده قوة ملائكية كانت بتعمل عجائب، احنا مش بنشتغل لوحدنا أبدا. إذا باراق ودبورة كانوا ينسبون الفضل لقوة ربنا وحراسة ملائكته. وبعدين تقول كلمة جميلة أوي، تقول دوسي يا نفسي بعز، في وسط الترتيلة تقول دوسي يا نفسي بعز. لما ربنا يمسك إيد الواحد يخليه يدوس على الشيطان بعز، يبقى كده قوي وهو بيدوس مش خايف، ويبقى منتصر ورافع راسه مش جبان قدام قوى الشر. وتنتهي الترنيمة بكلمة جميلة، هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب. يعني كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، كل ناس تقف قدام ربنا وقدام ولاد ربنا تبقى دي نهايتهم. بس الحكاية محتاجة دبورة اللي تمثل صوت الله كلمة الله، وباراق الشخص الجهاد الروحي اللي يجاهد، ويعيل الشجاعة والجرأة والإقدام والوفاء، ودول مع بعض الفضائل دي كلها تكفي للتخلص من أعداء ربنا وإلى تسبيح مستمر. قصة جميلة عن دبورة مليانة فضائل لثلاث شخصيات، نتعلم منهم حاجات حلوة. وإلى لقاءات أخرى من سلسلة فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.